وصية من هؤلاء الأعوان الذين تلفح الشمس وجوههم أن خففوا عنا الجهد في التنظيف خاصة في هذا الفصل، وألقوا القمامة في مكانها المناسب. رانا نضغ في الصيف، راهي سخانة، راك تشوف سخانة تلعق 40 45 درجة مئوية، الوحدة الزوج حنا يلقاونا في الطريق، هو تلقاه عليك يجري ولا يرمي الأوساخ تاعو في الطريق. حنا ما طالبين والو، إن شاء الله ماذا بنا هاد السائقين يحترمونا في الطريق ويعاونونا. تدخل تخدم معنا توالف، والفنا والناس كاين ناس يفهموا ثاني كيجيبوا لنا الماء بارد، والما مسؤولين تاعنا راهم قايمين بنا والحمد لله. عمال الصيانة يقومون بعملهم يوميا، يجمعون المواد الصلبة البقايا المرمية بمسار الطريق وتنظيف شبكات صرف المياه وغيرها. الجزائرية لطريق سيار جندت أكثر من 500 عون دورية من هذا الشان للحفاظ على المحيط في الطريق السيار. ما يخفالكش في هذا الفصل هذا تاع الصيف كاين الحرارة كبيرة تشعل النار، ولهذا الاعوان عندهم المهمه باش ينقصوا في الحشائش اللي جايين على الطرف والحاشيه تاع الطريق صرف. وهذه الوسائل اللي سخرناها سمحت باش نعطيو يعني مستوى الخدمه على مستوى هذا الطريق مقبول، واللي لا يخفى عليكم احنا هذا كاع الاشغال هذه يعني تدخل في اطار استغلال الطريق هذا اللي سوف يعرف يعني تنامي وتزايد في استعماله. صيانة الطريق تهدف بالأساس إلى توفير قدر كاف من الخدمة الرفيعة المستوى التي تضمن السلام والأمان لمستخدمي الطريق السيار شرق غربي.